لين دقيقة ما صار إلا الخير. دقيقة لا إله إلا الله. يلا لحظة يا بنت الحلال اشتغلت بدعاس المغلط. ايوه ردت طفت يا حبيبي. وسخة وسخة بتدوب البنزين. لا عاد اشتغلت. يا ربي اطلع يا ربي اطلع الحجة صغيرة والباب مخلع. معطقة يا اختي معطقة ما نزلتلي على زور غليظة غليظة. بعدين حسيت كل رح تقتلوا مع بعض. ايه معك حق. يبعت لحمة شو شايفة حالها وعشو ما عم بفهم. ايه سكتي الحمد لله اللي ما اجت مع رفيقتها الحمد لله. منو هاي كمان رفيقتها؟ ان شاء الله كان بدها تجيب معها هاي اللي قالت عنها انجلينا. لا حبيبتي انت اكيد غبية كتير. لا ميرنا رفيقتها حسني قلبي انها اغلظ منها واتقل منها وبكرهها. يا طير يا طير يا طير يا طير يا ابو حلق يا عويد ريحاني. وش علمك عالجهل يا بعد خلاني. يا طير يا طير يا طير يا طير يا ابو حلق يا عويد ريحاني. اسمعي اسمعي ما اغلط غناءه انا عم يغني. يا بعد خلاني. خربت السيارة خربت. شنو هاي لمبة هاي الضوي. خربت السيارة والقلب والهان شلون دسوي والله ماني عرفان. هاي اللمبة محلها. ايه والبنس هذي شنو دسوي شو دسوي بيها البنس. الزيت يمكن الزيت 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 من وجه الصبح نشطان. اتي مطمط ووحد الرحمن وتقوم تيجيني بنت عمي غفران وتقول لي المعدة اقدر اتحملها حميت لك القازان. من شاء الله. هاي فهمنا شو صار معك. والله والله ما بعرف شو بدي اقول لك شو صار شو صار. يعني واحد من هالخمسة ويا فضيت البطارية يا انقطع عكشات الصدر يا هذا الخزان فضي من المي الرادياتير يعني بيقولوا له بعلم السيارات يا اما عضت يعني عضن هذول تبعات الكوليات وهذا واني محسويش ما بفهم بالسيارات. هلا شوفور وما بتفهم بالسيارات لكان شو بتفهم؟ ايه شوفير صحيح بس اني بفهم من برا لبرا بس. شو هاي من برا لبرا؟ الله على قلبي يعني تحت غطى السياره طشو مري ما بفهم شيء. ايه والنعم من هيك شوفير. اجاني وبالاساس محسوبش خليل القاعود مساعد مهندس موظف بالحكومه وبعد الدوام منطقطق على هالسايبه. كل عام هالقصة معناها ما في حل غير نستنى شي سياره مارقه. لك انه سياره مارقه لك اصلا ما عاد نلحق شيء. لك العمه شو قصة بنحصل لحقنا اليوم؟ مو معقول. لك من شانة للنبي لك حاجه تغني حاج طرشتنا. هاتي هاتي موبايلك لشوف. العمه هالقصه لك ما في اختي بنوب ميدا؟ لا ما تقولي اياها. ليكي طولي بالك طولي بالك ليلى بعرفك اقوى من هيك. والبارحة سهرانة يا عين الصقر. هيا يا ما مصمم الازياء دا علينا شي 100 دعوة. معقولة انت يا ليلى؟ لك نحن بشو انت بشو؟ شيلينا من العرض الزفت تبعك. خلينا نعرف طريقة نرجع فيها على البيت. لك اي طريقة هاي؟ بس ايدي من هون. لا يا ستي بقصة من هون إذا رح تمرق سيارة واحدة بس من هلأ لبكرة. ما شفتي شلون عم يتفالح هو مبسوط إنه ما حدا بيعرف الطريق غيري؟ قال أخذنا من طريق مختصر. قال لك وين هالشوفير البطيخ؟ مو أساس راح يجيب حدا؟ إيه بيكون مضيع الطريق. هو خلق مضيع. يا الله يا ريت طلعنا بالبولمان ما كان صار فينا هيك. آخ الحق علي أنا بس لو ما وقعت النبه.
الكلوشة وتسمعي وكأنه صوت الباب. آه لا يا أمي عم تمزحي. حزري شو؟ خلينا أنا وأنتي نحط الشالات على وشنا نتلطم فيهم. ايه؟ لأنه بيقولوا إنه بالصحراء في شلون بالبحر في هدول القراصنة، إنه في بالصحراء هدول قطاع الطرق. خلينا نتلطم شان ما يعرفوا إنه نحن بنات. حطي حتي على راسي، حطي هيك لفي. أيوة صباح الخير. صباح النور. منيحه انك فايقه سميحه. سميحه قومي، ليلى وميديا لهلا ما رجعوا، عم دق لهم موبايلاتهم مطفيه. لا ونحن امبارح ما شفناهم بالديفيلة. ايه بيكونوا متخانقين مع المصمم. ما بتعرفي ليلى كلامها دج والتاني عصبيه. نور بجوز بلكي امبارح طلعوا بالحفله بس نحن ما ميزناهم معه. طب ليش موبايلاتهم مسكره؟ ايه بيكونوا خارج التغطية. ايه ممكن، او خالص شحن موبايلاته ما بتعرف. انا قلبي مانو مطمن، حاسه انه في شيء صاير معهم بس ما بعرف شو هو. لا لا تقلقي كمان انت الثانيه، هلا ما تقولي الا يكونوا راجعين على الطريق. فظيعه شو بتحب تهول الامور هي الثانيه. هلا انا الفظيعه؟ ايه رجعي رجعي دقيني جرب. فعلا منك وحده بلا احساس. انت بدك تضلي نايمه؟ ايه هاي ليلى مسكر موبايلها. جربي ميديا. طلعوا جربوا برا. هاي كمان مسكر. طب قومي قومي نشرب قهوه ونستناهم. تعالي قومي انتي قومي قومي. سكروا الباب النوم ان شاء الله. سكري الباب. ميدو صرنا تاني يوم على فكرة نايمي بالسيارة. يا الله تعرفي للوش هلأ كنت عم فكر معقول نموت هون من دون ما حدا يدري فينا. لا شو عم تحكي هلأ، إلا ما يجي هذا يبعث لحمة إن شاء الله أبو دبكة. ايه. أو بلكي شي وحدة من الصبايا بتزوق على دمه أو بيشتلقوا علينا بحسوا إنه طولنا كتير. للوش خلصت المي. شو خلصت المي؟ عم تمزحي؟ لا لا قمتي ان شاء الله رح نموت من العطش. هلا احزري شو؟ شو رح ننتظر نص ساعه واذا ما اجى حدا بننزل بنمشي انا وانتي. ايه ايه والله وانا هيك عم فكر. يا الله شو بدنا نعمل. ليلى عم تسمع مثل ما عم اسمع كأنه صوت سيارة. عم تتخيلي؟ لا لا لك تطلعي هني طلعي. عندك 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 يا 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 لا عمي هيل الفزعة يا حبل القطر يش لا شالعة. يا لا عمي هيل الفزعة يا حبل القطر يش لا شالعة. اقطر 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 يلا خلص خلص الا ما تنحل ان شاء الله. لا حبيبتي بتشرفي باي وقت، البيت بيتك. طيب مع السلامة. يقطع عمرك ما اغلظك. ما عم بفهم من وين اجاك هالتواصل الاجتماعي. مين هاي؟ راما. يقطع عمرها. قال عندها مشكلة وبدها ياني حل لها اياها. يبعت لحمة ودا اغسل. هي مشكلة قائمة بحد ذاتها. على العموم اليوم جاية لعنا، بركي بحل لها مشكلتها وبتحل عنا. وتذكرتي مين هاي ميرنا؟ لا والله ما تذكرت، بس بظن انه هي وحدة قرايبتها، بس اللي فهمته انه حسام جوزها مانو طايقة بنوب، وهي كثير متعلقة فيها. ايوه. على العموم شيلوني من سيرتها. الله على قلبي، قعدات؟ يا ستي هاي المرة مشي حالها، إن شاء الله المرة الجاية راح تتيسر، يلا هانت، فرجت فرجت. لك العمى بقلبك ما اوقحك انت، انا مره جاي هاي. اه لك انت كيف بتقلك مقطوعين بالصحراء لتاني نهار؟ اه في حدا بيعمل عملتك؟ لك عن جد ما فيك ضمير. لك ايه عسيرة الضمير؟ من كنت بضمير عند قرايبي حلفوا علي يمين الا اقعد عندهم، قعدنا والله اتمت الدنيا صارت الدنيا نص ليل، حطوا لنا هالعشاء، مدينا حالنا، تمددنا تمغطنا، نمنا، فقنا الصبح هذا احنا جينا، يا حي الله. لك ولا روح من وشي، ولك روح من وشي، بعدين ميديا بدي انزل ارتكب فيه جريمه. طولي بالك خليكي كول. تفضل 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 نقعد معي احسن من قاعده هون معنقزات فوق. اطلع انت تحت. لك ميديا ولك عم يتبرد علينا.
يلا جاي حولا جاي السيارة تستنى شين يلا جاي يلا. سموحة حياتي أمي عمري. سميحة ها بتحاكيني؟ طبعا عم حاكيكي. لكم مين عم حاكي؟ في حدا تاني بالبيت اسمه سميحة؟ يلا قومي دورك بالجلي. قومي سميحة، قومي حبيبتي. يلا سميحة. ميديا عم تقلي. ايه ردي ردي بسرعة. الو اهلين ميديا كيفك؟ عم تمزحي؟ شوفي يلا باي. يا الله ميديا وليلى كانوا من امبارح مقطوعين بالصحراء. يا خطر قلت لكم قلبي كان حاسسني انه في شيء. والله معك حق. كله منك انت، كله منك. الا لا لا تقولي لحبابي. يلا قومي على الجلي بسرعه. قومي نور. ما حد حكي لي شو عامله لك؟ ما في شيء. انا اصلا حرام ما له علاقه، بس مشان تقوم تجلي لانه قليله مروه. هيتي يا ليلى لا لي حظ لا بالتصوير ولا بعرض الازياء. خير ان شاء الله. شايف وقفتوا؟ جيب الشلاتي بسرعه. جيبون. طولي بالك، لنا ربع ساعه بنصلح السياره ونروح. جيب الشلاتي بلا ولا كلمه، ما بدنا نروح على ارنيهاتهم. امر عيونك، دخل عيونك، امر عيونك ما بينرد. ومعقول لسه عم يغني؟ تخيلك يا ربي. هاي الشلاتي جيبناهن. لحظه قبل ما تروحن دقيقه شوي ناخذ ارقام الجوالات، يعني بلكي صار. لك روح من وشي بلا ما ابتلي فيك. ها روح من وشي. طولي بالك. مشي يعني على حمص حلب ادلب حماة عفرين عربين. الله معاهم وين ما راحوا احبابنا. الله يزقعك يا هالسايبه، خجلتينا خجلتينا. تورا تورا